السلام عليكم. اليوم حنحكي عن موضوع يمكن حكينا عنه قبل هيك بس ما قدرنا نوصل الفكرة صح. طبعا سبب الحلقة هاي هو كثرة الأسئلة اللي بتيجي انه يا دكتور انا بعمل اسناني ولسه بروح على دكتور الاسنان بحشي سن بيروح بيسوي ست تاني، تسوسات عندي كثيرة، يا دكتور اسناني ضعيفة، يا دكتور شكل الكلس عندي ضعيف، او يا دكتور انا من الوراثة اسناني بتسوس وراثيا يعني اسنانه بيسوسوا. طبعا بدنا نجاوب على هالأسئلة كلها. عشان نقدر نجاوب على هالأسئلة بدنا نعرف اول اشي شو هو تسوس الاسنان. هنرجع نعيد شو نشرح شو هو تسوس الاسنان وكيف بيصير عشان نقدر نعرف ليش بيضل يتكرر عندنا تسوس الاسنان. اذا حشينا السن من جال بيجي بيسوس من الجال الثاني، او احيانا بيكون التسوس تحت الحشوة كمان. الان اول شيء بدنا نعرفه في التسوس انه التسوس له اربع عوامل اساسية. العامل الاول السن نفسه، لازم يكون في سن عشان يسوس. ثاني عامل اللي هو ايش؟ الوقت. ثالث عامل البكتيريا. رابع عامل الطعام. الان السن احنا ما حنقدر نزيله لانه احنا بدنا السن، والبكتيريا ما في حدا بيقدر يقضي عليها 100% في الفم. إذن إحنا شغلنا كله على عاملين اثنين اللي هو الأكل أو الطعام، تاني إشي الوقت. لما نحكي عن الطعام نحكي نوعية الطعام وكم مرة بأكل هذا الطعام وليش بيأثر على أسناني. أول إشي هنحكي عنه، أول عدو للأسنان وأول سبب خلينا نحكي في تسوس الأسنان اللي هو السكر. كل الأكل اللي فيه سكر هذا ممكن يرفع حموضية الفم ويخلي البكتيريا تشتغل عليه بشكل مريح. الآن مش مشكلتي بس بكمية الأكل اللي بأكلها، بالنسبة للأسنان أنا بحكي، ما بحكي بجنرال هيلث، ما بحكي في الصحة العامة للجسم. السكر حقيقة مضر لكل شيء في الجسم، بس أنا بركز على الأسنان. تمام؟ الآن أنا مش القضية في الكمية اللي أنا بأكلها، المشكلة عندي بعدد المرات اللي بأكل فيها. يعني مثال، بيجي واحد بحط صحن كنافة، بحط قطعة جاتو قدامه وبيقعد كل شوية كل دقيقة دقيقتين بياكل لقمة وبيحطها في تمه ويستنى عليها، كمان بيستنى كمان شوي في السهرات مثلا، بنقعد بنحط صحن الحلو قدامنا وبنضل ناكل كل خمس دقائق قطعة. هان أنا قاعد بزيد عدد المرات اللي الفم فيها قاعد بتزيد حموضيته، والبكتيريا كأني قاعد بعمل فيدنج للبكتيريا، تغذية للبكتيريا. البكتيريا باخد كمية أول إشي بتزيد بتشتغل عليها بتزيد حموضية الفم، عبال ما اللعابي يشتغل وينزل الحموضية هاي بروح بعد خمس دقائق بضيف كمان مرة، زي اللي قاعد بغذي البكتيريا. هاي المشكلة عنا إنه إحنا لما بناكل المفروض اني لما انا ابدا اكل خلص انا اكلت بدي اكل حلو بغض النظر عاد مفيد او مضر للصحه، انا قاعد بحكي عن الاسنان، اكلته خمس دقائق اكلت الصحن خلص بروح بتمضغ كاس ميه وخلصنا، مش بضلني نص ساعه وانا او ساعه وانا قاعد باكل حلو. عدد المرات هاي بيزيد من حموضيه الفم لفترات اطول، لانه اللعاب زي ما احنا عارفين بياخذ ساعه كامله بعد الاكل عشان يعادل الفم. الان لما انا اقعد ساعة اكل معناها انه انا صارت ساعتين عندي، كل ما اكلت زادت ساعة، كل ما اكلت زادت الدقائق اللي انا زدتها في عملية الاكل. فهان انا قاعد بعمل جو ملائم للبكتيريا اللي زي ما حكينا ما بنقضي عليها، بس عملت لها عملية غذاء مستمر وهي شغالة تزيد في حموضية الفم وتتعامل مع الاكل اللي انا باكله وبتسويش لأسناني. القضية الثانية، كثير من الناس بيقول يا دكتور والله العظيم أنا بفرش أسناني ثلاث مرات في اليوم، واللي بقول لي مرتين في اليوم. تسأله سؤال واضح، أنت إمتى بتفرش أسنانك؟ معظم الناس بيقول أنا أول ما بصحى من النوم بفرش أسناني. طيب وإمتى بالليل؟ بقول لك قبل اللي أنام. طبعا بيكون يتعشى الساعة 9 بالليل، قعد ثلاث أربع ساعات ما فرش أسنانه، لما أجي راح ينام فرش أسنانه ونام. اوكي الان اوريدي انت لما اكلت البكتيريا اشتغلت والان صارت الحرب شغاله بالفم واللعاب بدا يحارب التسوس او بيحارب البكتيريا حموضيه الفم وبيحاول يعادل الفم مره ثانيه.
الحقيقة مش هان أنا لازم أفرش أسناني قبل ما أنام، أنا لازم أفرش أسناني بعد الأكل بربع ساعة ونص ساعة، بساعد الفم أو اللعاب على أنه يعادل، بشيل الحموضية تاعت الفم عندي مباشرة بعد الأكل، مش مباشرة يعني أكلت على طول أنا قمت فرشيت، يعني بعد ما أكلت نص ساعة بقوم بفرش أسناني. هاي بالنسبة لليل. بالنسبة للصبح، أنت لما بتصحى الصبح وتفرش أسنانك أنت لسه مش ماكل، ليش بتفرش أسنانك؟ بس عشان تحس بفرشنس، صح؟ بس في الحقيقة أنت ما بتحافظ على، ما بتكافح التسوس بهذه العملية، لأنه أنت لازم تفرش أسنانك بعد الفطور مش قبل الفطور. الآن عشان أحس بفرشنس حابة تفرشي فرشي، بس لازم تكون عارف أنه أنت ما بتكافح التسوس بالتفريش في هذا الوقت، ولازم تعرف أنه ما تيجي تقول أنا فرشيت ثلاث مرات أو مرتين في اليوم، أنت ما أصلاً ما استفدت من هالتفريش، لأنه هو التفريش بعد الأكل مش قبل الأكل. شغلة ثالثة ومهمة كتير، كتير من الناس بحط جنبه مشروبات غازية بحطها وبيأكل ويشرب. طبعا انت الآن لما تشرب مشروبات غازية انت عارف انه انت قاعد تأثر على المينا، لأن المشروبات الغازية معظمها أحماض. هسه أحماض مفيدة أحماض مش مفيدة للجسم قضية تانية، قضية انه هاي أحماض يعني بترفع أسطم من حموضية الفم، فانت قاعد بتزيد من حموضية الفم، بتخرش الأسنان وانت قاعد الميناء وانت قاعد بتأكل، فوق انه هي بتتخرج قاعد بتاكل عليها، يعني شو قاعد تعمل لها ايش؟ احتكاك. هذا الاحتكاك بيزيد من انه تتخرج تتسوس هاي الاسنان، لانه اصلا قاعد بتحكها ببعض فبتخفف انت من طبقه المينا. فانا ابدا ممنوع تماما اني انا اشرب مشروبات غازيه او شاي حلو، حتى الشاي الحلو ما بصير اشربه مع الاكل، لانه انا قاعد ايش بعمل؟ قاعد بخرش اسناني وبطحن عليهم في نفس الوقت، زي اللي بحكهم ببعض وهم اصلا بتعرضوا لعمليه ايش؟ تحميض، يعني بيحمضوا قاعدين. هاي قضيه كمان مهمه. حقيقه بالنسبه للسكر، انا بس بدي احكي موضوع بالنسبه للسكر، انا ما بفضل السكر او المشروبات الغازيه والسكر اللي في المشروبات الغازيه. ما بفضل انها تنشرب قبل الاكل، ولا بفضل انها تنشرب مع الاكل ولا بعد الاكل. تمام، لانه بصراحه السكر له مضار كثيره مش بس على الاسنان، على كل الصحه. حاولوا تخففوا من السكر، حاولوا يعني تخلوا السكر، يعني يا ريت تخلوه برا حياتكم، لانه هو حقيقه الطعم الحلو هذا عاده مش اكثر، هو عادات اكثر من انه هو فعلا حاجه للجسم. ممكن احصل على الطاقه من الكربوهيدرات ومن شغلات كثيره غير السكر. الان اذا عرفنا انه احنا الاكل ظل على أسناننا لوقت طويل، البكتيريا اشتغلت عليه، أو أنه أنا كانت الأكل قاعد بعطي البكتيريا شوي شوي فبضيف بقعد فترات طويلة زي ما حكينا وأنا قاعد أكل، وهذا الإشي بخلي اللعاب ما يقدر ينزل الفم، هان بيصير عندي تسوس الأسنان، زائد أوقات التفريش الخطأ اللي أنا بعملها. إذن هان عرفنا بأكل، إذا أكلت بأكل في تايم معين، خلصت الأكل على السريع. طبعا في ناس بيسالوني دكتور انا بكون في الشغل او بكون في المكتب، يعني انا كل ما بدي اكل بدي اروح افرش، كيف بدي افرش يعني انا ما عندي امكانيه؟ عشان هيك بنقول لهم انه بس تاكل، بعد ما تاكل تممض بميه، يعني جيب ميه اغسل تمك فيها، روح على الحمام اغسل، ان شاء الله تستعمل اصابعك كمان، بس الفكره انك انت بتساعد اللعاب انه يعادل ايش؟ الفم وينزل حموضيته. هان انت هاي الامور كاساس، انت هان بتحمي اسنانك من تسوس الأسنان. تمام؟ الآن بدي بس نحكي في موضوع تفريش الأسنان، كيف أنا بفرش أسناني؟ بيجينا ناس كتير بفرش أسنانهم، طب نسألهم كيف بتفرش أسنانك أو طريقة تفريشك؟ طبعا معظم الناس بيقعد نص ساعة أو هو نازل في أسناني الأمامية عشان تنظف. طبعا التفريش الخاطئ بيأثر على الأسنان وعلى اللثة وبخليها أصلا بخرشها، بخليها سبب من أسباب التسوس هو تفريش الأسنان صار، اللي هو التفريش الخاطئ. حنحكي بريفلي سريعا كيف نفرش اسناننا، او شو الطريقه يعني اللي راينا او رايي انا فيها انه هي الطريقه الصحيحه. تمام، الان اول شيء عشان نفهم انه كيف نفرش اسنان لازم نفهم شو عمل الفرشايه. فرشايه الاسنان لها وظائف معينه، اول وظيفه لها انها بتجيب لك المعجون من التيوب تحطه في تمك، هذا العمل الاول. العمل الثاني ان هي بتوزع المعجون داخل الفم، هي تقريبا يعني موديل اسنان. لما انا بحط المعجون بحطه في تمي ببدا اوزع المعجون داخل الفم من برا ومن جوا، بس بدون اي ضغط، يعني ما بعمل بريشر،
لا هيك يعني بسيط، توزيع بسيط، بوزع المعجون. عملية توزيع المعجون لازم تستغرق كحد أدنى 30 ثانية، كحد أعلى دقيقة. لما وزعته تمام، الآن أنا شو سويت؟ عملت المعجين الأسنان عادة بيكون فيها فلورايد، مادة الفلورايد بتعمل إعادة معدنة للميناء. هاي المين يعني الهدف الأساسي من الفلورايد في معجون الأسنان، اللي هو إعادة معدنة الميناء بعد ما أكلت والأحماض طبعا زادت في الفم وتخرش الميناء. أنا شو عمل بسوي؟ بجيب الفلورايد، لما بحطه على الميناء شو بيصير؟ بيرجع الميناء بتصير إعادة معدنة. هسا يعني بديش مصطلحات طبية كتير، فهمنا كيف؟ يعني بيساعد الميناء إنها تقوى، في ترجع مرة تانية تقوى، ويعادل الفم بشكل سريع. معجون الأسنان بيعادل الفم وبيساعد اللعاب بشكل سريع إنه يتعادل وتروح الحموضية منه. الآن بعد المرحلة الأولى زي ما حكينا، بنجيب المعجون بنوزعه بالفم من 30 ثانية إلى دقيقة، وبعدين عشان أضمن عدم تراكم الإملاك على الأسنان واللثة شو بعمل؟ باجي بضغط اللثة بهذا الشكل هيك على مع اللثة، وبنزل باتجاه اللثة الفك العلوي من فوق لتحت، بس مرة طبعا أو مرتين ماكسيمم، يعني مش أضلني طالع نازل، لا بس واحد اثنين، يعني ما أمشي عكس اللثة أبدا، من الأمام من جوا نفس الإشي، زي هيك زي هيك. اللي تحت طبعا الفك السفلي باجي بحط على اللثة وبطلع لفوق لفوق، ومن جوا نفس الإشي. إذا العمل الثالث للفرشاة اللي هو إيش؟ إنها تشيل الأطعمة من بين الأسنان والبلاك من لقاء اللثة بالأسنان. هذا عملها. ما بيصير أنا أمشي عكس اللثة، ما بيصير أنا أخذ الفرشاة رايح جاي زي هيك، لأني بضر باللثة هيك وبضر في المنطقة اللي بالتصاق اللثة بالسن، وهي منطقة كمان ضعيفة ممكن يصير فيها تسوس. الآن آخر إشي الوجه الطاحن، بحط الفرشاة على الوجه الطاحن، بضغط شوية وبعمل بهذا الشكل بشكل دائري، هان 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 هان، هيك خلصت موضوع تفريش الأسنان. يعني كل العملية ما بتزيد عن دقيقة دقيقة ونص، بكون أنا فرشيت أسناني وحافظت عليهم. الآن كل اللي حكيناه عن كيف نكافح التسوس وأسباب التسوس، طبعا هذا السبب الأساسي، لأنه التسوس كل زي ما كنا يعني مرض، زي ما احنا عارفين مرض بيصيب من 60 إلى 90% من الناس. الآن أنا بدي أكافح هذا المرض، بدي أمنع هذا المرض عندي، عندي وعند أطفالي وعند أولادي، تمام؟ هان أنا هذا اللي عملناه هو المشكلة الأساسية، ولكن ما في غنى عن إنك تروح لطبيب الأسنان، ما في غنى إنك تزور عيادات الأسنان وتشوف الطبيب، والفحص الدوري على أسنانك سن بده ينفحص ويتم فحصه، لأنه التسوس في بدايته طبعا بيكون أبيض مش أسود، ما بيبين نقاط التسوس، يعني بمعنى النقاط الضعيفة في الميناء اللي بدأت تتسوس ما بتبين إلا بعد ما تصير سودة، والسودة سببها الأكسدة طبعا، وهي فترة طويلة. يعني الآن إحنا هذا الأساس، ولكن لازم اللي إحنا حكيناه أول هو أساس مكافحة التسوس، بس هل لازم أروح طبيب أسنان؟ طبعا كحد أدنى مرتين بالسنة أفحص أسناني، أشوف في وين نقاط ضعيفة أعالجها. طبعا زي ما حكينا، ترى ممكن إن ترجعوا للحلقة الأولى في برنامج المعرفة ووقاية، الحلقة الأولى بتحكي عن التسوس كيف بيصير وكيف ممكن علاجه إذا كان في بدايته، كتير علاجه سهل. ياريت تحضروا الحلقة وتشوفوها اللي هي المعرفة ووقاية الحلقة الأولى، بتحكي عن التسوس بالضبط وكيف علاجه، بتشرح الموضوع وأسبابه بدقة. يعني أرجو أنه هاي الحلقة تكون عجبتكم، وأرجو أن أكون وضحت شو سبب إعادة التسوس بشكل كبير. الموضوع زي ما حكينا نظامنا الغذائي كأساس، وكيف بناكل وإمتى بناكل، والسكر طبعا، وقضية القضية الثانية إمتى أنا بفرش أسناني، لازم أعرف إمتى أفرش أسناني. أرجو أن تكون الحلقة عجبتكم، وإذا كانت الحلقة استفدتوا منها أرجوك اضغط سبسكرايب واضغط على الجرس عشان يجيك حلقاتنا أول بأول، واعطينا لايك ان شاء الله تكونوا استفدتوا. اي سؤال عندكم سالونا، طبعا هاي الحلقه نتيجه عده من الاسئله، اذا سالتونا في موضوع معين بالذات ممكن نعمل حلقه عنه كامله. وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.